للحديث عن واقع حقوق الإنسان في العراق والانتهاكات المستمرة معنا من لندن الدكتورة فاطمة العاني. أهلا ومرحبا بك دكتورة، عضوة لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. حياك الله. بداية دكتورة، أمام هذا التقرير الذي أوردتموه، من هي الجهات التي لعبت هذا الدور ووصول العراق إلى هذه النقطة؟ يعني بالتأكيد هناك لاعبون كثيرون يعني ومسؤولون مباشرون عن ما يحدث الآن في العراق، من انعدام للأمن الغذائي وحتى انعدام لسبل الحصول على الماء النظيف وهي أبسط مقومات الحياة. أولا وبالدرجة الأولى هي الحكومة العراقية، كذلك الدول التي تدعم الحكومة العراقية والتي شاركت بعمليات عسكرية في العراق وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذه الدول بالإضافة إلى الحكومة لعبت دور أساسي من خلال تدمير المدن، من خلال تشريد الناس، الفساد المستشري في الحكومة والذي لا يحكمه أي قانون ولا يوجد رادع للمجرمين والفاسدين الذين تسببوا في هذه المصائب الكبيرة في العراق والتي أودت بأن يصل يعني مستوى الفقر في العراق إلى 30% من الشعب العراقي لا يجدون لقمة أو غذاء بكرامة. إضافة إلى ذلك فهي يعني انعدام الخطط والأهداف التي الوطنية التي تهدف إلى مصلحة الشعب العراقي من خلال مشاريع، من خلال خطط تنمية، من خلال إعمار المدن التي تدمرت بسبب العمليات العسكرية أو تطوير أو إيجاد مصادر أخرى للمدخول القومي الذي يساهم في التنمية وتطوير العراق. يعني الكثير مما تملكه الحكومة العراقية والتي تستطيع أن تؤدي من خلاله خدمات كبيرة للشعب العراقي، ولكن مع ذلك نجد أن العكس هو الصحيح، والذي يحدث هو أنه الحكومة بالعكس تعمل على تدمير العراق وتعمل على إرجاع العراق إلى أوضاع متخلفة غير مقبولة، خاصة وأن هناك موارد كبيرة يتمتع بها الشعب العراقي سواء من موارد بشرية أو حتى موارد تحت الأرض ومنها البترول وغيرها، وجعلت العراق رهينة فقط إلى مورد واحد وهو من خلال بيع النفط. والآن إذا تدنت أسعار النفط فإن الاقتصاد العراقي يتدمر. إضافة إلى ذلك فإن حتى هنا السؤال المهم دكتورة، يعني أين الحكومة من كل ذلك؟ لماذا يترك أكثر من 31% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر في دولة نفطية مثل العراق؟ وهذا هو ما تفعله الحكومة في الحقيقة. يعني أين الضمان الاجتماعي الذي هو حق لكل مواطن؟ أين الأمن الغذائي الذي هو حق لكل مواطن؟ أين مصادر التموين التي يجب أن تؤمنها الحكومات للمواطنين العراقيين؟ أين الضمانات التي تضعها الحكومة العراقية مثلا لأي سلعة ممكن أن تستورد للشعب العراقي؟ أين هي البطاقة التموينية، الحصة التموينية التي تضمن على الأقل يعني السلع الأساسية من طحين أو سكر أو زيت التي ممكن أن على الأقل يعني تحفظ لبعض العوائل، خاصة العوائل المتعففة، من أن يعني تمسك كرامتها؟ أين خطط الحكومة في يعني استيعاب مشكلة المتسولين وإيوائهم أو إيجاد أعمال ولو بسيطة لهم من أجل أن لا يصلوا ولا ينحدروا إلى هذه المستويات؟ أين خطط الحكومة باتجاه المرأة التي أصبحت الكثيرات منهم الآن يتجاوز المليون امرأة، هم مسؤولات عن عوائل بأكملها، هم أصبحوا المعيلين الوحيدين. أين الخطط؟ أين المساواة؟ أين يعني الحقوق التي يجب أن تتمتع فيها هذه المرأة من أجل أن تعمل بكرامتها؟ بل على العكس من ذلك، يعني حتى كرامة المرأة أصبحت تهان إذا خرجت إلى العمل. نعم.
ماذا عن الميليشيات؟ إلى أي مدى لعبت دورا في الانتهاكات ضد العراقيين؟ وما الداعي لاستمرارها بعد انتهاء العمليات العسكرية؟ طبعا الميليشيات أولا ليست لها أي داعي لأن تستمر بوجودها لحد الآن كما تفضلت، خاصة وأن الهدف من يعني أولا من إنشاء الميليشيات كان هو لأجل محاربة تنظيم الدولة أو داعش، وهم يدعون أنهم قاموا بالقضاء على تنظيم الدولة. أما دور الميليشيات فهو يعني أكبر، أصبح أكبر من دور يعني الحكومة في تدمير الاقتصاد العراقي، في تدمير والحط من كرامة الشعب العراقي. الميليشيات أولا يعني تراها قد سيطرت على جميع مفاصل الدولة وعلى جميع مناطق العراق دون استثناء، وتمارس عملية ابتزاز واستنزاف للاقتصاد العراقي. إضافة إلى ذلك فإنها تتمتع بحصة كبيرة من ميزانية الدولة، وهم لا داعي لوجودهم الآن، ولا وليست هناك عمليات عسكرية يستطيعون القيام بها الآن، خاصة وأنهم ادعوا القضاء على تنظيم الدولة. إذن هم يستنزفون ميزانية الدولة وميزانية المواطنين العراقيين حتى التحكم بأسعار السلع. لا ننسى أن لهم دور كبير في إدخال السلع الفاسدة والمهربة من إيران عن طريق السيطرة على المنافذ الحدودية في إيران، والتحكم بإدخال الكثير من السلع يعني التي هي تضر بمصلحة وبحياة الشعب العراقي. ماذا عن دور الأمم المتحدة دكتورة وبعثتها الموجودة في العراق؟ لماذا لا توجد متابعة لها؟ الأمم المتحدة يعني فقط تصدر البيانات والإحصاءات التي يعني الشعب العراقي جميعه يعرفها ويعيشها. أما أن يكون لها دور فعلي باتجاه أن يتم تحقيق كرامة ومصلحة المواطن العراقي، مع الأسف الشديد لا وجود له لحد الآن. بل على العكس من ذلك نراها تجتمع بالميليشيات، تجتمع بالحكومة اللتان هم السبب الأساسي فيما يحصل للشعب العراقي، دون أن يكون لها أي دور فاعل باتجاه أن يكون هناك يعني تأكيد على الحكومة من أجل ومتابعة لما تقوم به الحكومة من أجل تحقيق كرامة وحقوق الشعب العراقي، خاصة وأن أبسط الحقوق الآن أصبحت مسلوبة من الشعب العراقي. نعم، عضوة لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي الدكتورة فاطمة العاني كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.